شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بستلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. كتير أوقات منحب نقوى عضلاتنا وما منعرف كيف. هالبوتي ماكس مكان العصرية يلي عملت ثورة بعالم الرياضة، بتقوي لنا عضلاتنا بكل جسمنا. أول شي فيها تقوي عضلات الأرداف والقفا بنفس الوقت، بتذوب الدهون والشحوم بتتكسر، وبيظهر قياس البنطلون ومناخد الشكل الجديد الحلو لجسمنا. بالمسكات الفوقانية فينا نحرك ونمرن عضلات الكتف والإيدين. بوتي ماكس حركاتها كتير هينة وما بتتطلب قوة، وبتعطي نتيجة بوقت كتير قصير. بوتي ماكس منضبها بهالطريقة وما بتاخد محل أبداً. فيكن تحصلوا عليها ب$46 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. إيزي برو 4-in-1 هي مكنسة وممسحة وشفاطة وبتعصر بنفس الوقت. ما بقى مضطرين نكنس وبعدين نمسح، ننشف الأرض أو الباركي. مع إيزي برو بتمريقة وحدة بتكنس وبتمسح الأرض، بتنشف وبهالبساطة والسهولة. إيزي برو بتشتغل على حياة لنوع بلاط، رخام، باركي أو فينيل. إيزي برو بتشير كل الأوساخ والغبرة والماي وحياة لسائل بثواني قليلة. هالمكنة الهاي كواليتي مكفولة لمدة 2 سنين، وبتحصلوا عليها ب$29 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55. إذا بدنا نعمل بوب كورن بطريقة صحية وسريعة، ما قلنا إلا هالماشين يلي بتعملنا كمية كبيرة من البوشار وبسرعة من دون ما نزيد لا زيت ولا زبدة. بوب كورن ماشين تشتغل على الكهرباء، يعني ما بقى بحاجة للغاز ولا لطنجرة تنعمل بوب كورن. خفيفة الوزن وفينا ننقلها من محل لمحل، وأكيد الأولاد رح ينبسطوا فيها كتير، وحتى فيهم يستعملوها هن بكل الأماكن. ما قلنا إلا نحط الحبوب هون وندورها خلال دقيقة أو دقيقتين، وبنحصل على البوب كورن الصحي اللي بدنا إياه. هالبوب كورن ميكر فيكن تحصلوا عليها ب$42 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحط عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو نحن وعم نسمع موسيقى، وبحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب$88 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. إذا كان شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه، أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأنه إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشية هي الحل. فالفورم براش هي سشوار وفرشية بنفس الوقت، يعني بتطلع هوا وبنفس الوقت بتمشط. هي على الكهرباء ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة، وفينا نقوي ونخفف الهواء والحرارة مثل ما بدنا، وبنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالفالفورم براش بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب$48 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. كلنا منحب ناكل تبولة، بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين، وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية الثقيلة.
60 سكند طابوله بتفرم البندوره من دون ما تغرق بالصوص تبعه، وبتفرم اشياء كتير قاسيه مثل المكسرات وحتى الجزر، بتقطعه لشقف صغيره من دون اي مجهود باصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند طابوله مكفوره لمده سنتين وفيكن تحصل عليها ب $32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هديه. ما لكم الا تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. مين منا ما بحب مفروشاته وسجاداته، خاصة تيابه نضاف ومرتبين؟ ديتاش إكسبرس مسحوق واحد ووحيد رح يريحك من كل هالمسائل والبقع يلي برأيك مستحيل تروح. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للغسالة على الإيد وفينا نرشه بخاخ، طريقته كتير سهلة على البقع، فاتر، زيوت، شو ما كان كله بيختفي مع ديتاش إكسبرس وبسرعة. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله على الموكات، على السجاد، الشراشف، الكنبيات، فرشة التخت وأكيد على التياب وحتى على الحرير. مواصفاته فرنسية وأهم شغلة إنه كمية صغيرة قادرة على إزالة عدد كبير من البقع وبثواني. بنظف كل شيء والميزة الأهم إنه بحافظ على نضارة الألوان. ديتاش إكسبرس الكيلو بداين مدة كتير طويلة وفيكن تحصلوا عليه $40 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بس سلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.